السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا المجتمع المغربي كله تلقى مقتل الطفل عدنان بكامل الأسى والفجع، وسمحوا لي أن أوجه كلامي لوالديه اللي عارف أنهم كيعيشوا ألم كبير، ألم داك الشيء اللي تعرض له ولدهم الله يرحمه، وكذلك فراق ولدهم في هذا السن المبكرة. وطبعا كل واحد فينا، كل أب كل أم غادي يدير بلاصتو في بلاصت هاد الوالدين، وغادي يحاول يحس داك الشيء اللي كيحسوا به، فالجرح عميق والألم كبير، وحتى حاجة في الدنيا ما غادي تواسيهم، ولكن رغم ذلك كنتقدم لهم بالتعازي وأصدق عبارات المواساة، كنقول بلي فعلا الدنيا ما قدراش تحمي ولدهم، ولكن الرجاء، كل الرجاء في خالق هذه الدنيا وخالق الآخرة، فحتى حاجة ما غادي يمكن ترد لهم ولدهم، لا الحزن ولا البكاء ولا العويل، حتى حاجة. ولكن خصهم يعرفوا بأن ولدهم فارق هذه الحياة وهو شهيد، ونسأل الله أن يتقبله عنده شهيدا، وإلى صبروا فغادي يكون الشفيع ديالهم يوم القيامة. هذه اللي غادي تواسيهم تبرد عليهم شي شوية، بالفعل أنه الولد ديالهم عانى كثيرا وما عرفناش كيفاش عانى، ولكن غير كنتخيلوا أنه الألام اللي كانت عنده وهو تحت رحمة ذئاب بشرية اللي اغتصبوا له براءة الطفولة، فهو شهيد إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، وغادي يكون شفيع ديال والديه. يصبروا ويكلوا أمرهم الله سبحانه وتعالى. الآن نرجعوا الشيء اللي وقع. هالشي وقع للطفل عدنان الله يرحمه، وقبله وقع الأطفال ذكورا وإناثا، وأكيد أن المجتمع قد يعرف مثل هذه الأحداث، وكل مرة تلقاه انتفاضة ديال الناس وحسرة ديال الناس ومطالبة بإعدام الجاني ومطالبة بكذا وبكذا وبكذا. هذا الشيء كله طبيعي طبعا، لا بد أن المجتمع انتفض وبين بأن المجتمع أنه سليم وصحيح. هذه الجريمة اللي وقعت أكيد أنه ما كانش غير إنسان وحده، خاصة عملية نقل الجثة من المنزل إلى قرب الأشجار ودفن الجثة، أكيد أنه كان يساعده، بمعنى أنه يكون تواطؤ جزء من المجتمع. هنا غادي نشوفوا واجبات ديال المجتمع، والواجبات ديالنا إحنا كوالدين وكمربين وكمسؤولين كاع بصفة عامة، لأن كما قلت في حلقة سابقة ديال الإرهاب، مسألة الأمن وحتى مسألة التربية هي مسؤولية الجميع. فمن هنا نعرفوا، خصنا نعرفوا بأن المجتمع ديالنا خسر بواحد الشكل كبير، وتذكروا فاش تكلمنا على سرقات الخرفان ولا الأغنام نهار قبل العيد، فاش ذكرنا بأنه مجموعة من القيم تفككت في المجتمع. حنا في الجيل ديالنا فاش كنا صغار والجيل اللي قبلنا، كنا كنعيشوا في واحد البحبوحة من الأمان، واحد البحبوحة من القيم كانت كتحكم المجتمع ديالنا. الشيء اللي كنعقلوا عليه لأنه ذاك المجتمع ذاك القيم كتطيح، كل مرة كتطيح حاجة وبدأت تتناطر بحال شي عقيق تقطع، وبقى ذاك العقيق كيطيح، تخيل ذاك العقيق بدا كيطيح، شي كيتهجمنا شي كيتهجمنا. إذا الأمور والقيم تتناطر في المجتمع، وتناطرت معها النظرة ديالنا ليها وتعاملنا معها. من قبل دابا، من قبل كل شيء كان كيرد البال وكان كيشكي كي كيعتبر راسو انه معني، اليوم ماشي سوقي، غير تفوتني انا وتطردك،
وبعد يا الطوفان. اذا ما كناش معنيين كاع بالشيء اللي كيوقع في المحيط ديالنا. اذا اللي خصنا نتاكدوا ونعرفوا على انه المجتمع ديالنا بدات واحد مجموعه من القيم كطيح، لابد اننا نتضافر جهود كامله باش نسترجعوها. ثاني خصنا نعرفوا بانه عايش معنا ذئاب في المجتمع، وهذه الذئاب كل مره كتختفي كتخفى وكتخبى في كسوه ولا في شي حاجه ولا في شي الحياه ولا في شي عمامه ولا في شي اقوال ولا في سلوك معينه حتى من ذوي القربى. اذا فيما يتعلق بالدراري الصغار، فالاعداد ديالهم منذ الصغر خصنا نشتغلوا على الوليد الصغير ولا على البنيه الصغيره، وفعلا تنمى واحد الوعي. من قبل حنا فاش كنا صغار كنا كنمشيو للمدرسه بوحدنا، كنمشيو على رجلينا وكنمشيو. اليوم كنلاحظوا على انه الاباء والامهات كيرافقوا ولادهم، كاين اللي ما كانش ممكن انه يديهم في السياره ولا يديهم يعني في حافله خصوصيه ديال التعليم الخصوصي، كيمشي كيتسدي ولده وكيتسناه. ولاحظ دائما جميع المؤسسات التعليميه كنلقى ان الاباء كيتسناو ولادهم. هذه القضيه ما كانتش من قبل، اليوم ولات وهي مطلوبه، لانه بداوا الاباء كيردوا البال لوليداتهم. ولكن كاين واحد النقص، كاين واحد النقص. هذاك النقص بعض المرات اما كنعياو، او بعض المرات التركيز ديالنا ما كيبقاش هو هذاك، او بعض المرات الحس السنيه ديالنا هي اللي كتطغى. فالولد من الاول خصنا اولا نبينوا له اللي ما يمكنلوش يمشي مع شي واحد اللي ما كيعرفوش، ولا شي واحد يقول له هاك نعطيك الحلوه نعطيك الفلوس ونعطيك هذه وتمشي معايا وندير لك هكذا، ولا تمشي تفرج في هذه ونعطيك البلاي تلعب، ولا شي حاجه يغريب شي حاجه. هذه خص ممنوع 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 منها كليا. هذه وحده. ثانيا ما خصناش نسمحوا للدري الصغير يلعب مع الدري الكبير، واخا دايزو غير بعامين ولا ثلاث سنين ما يلعبش معاه، لانه في المجتمع ديالنا كاينه الحقره. اللي يقدر يحقر على الاخر يحقر، الكبير كيحقر على الصغير، والقوي كيحقر على الضعيف، واللي عنده الفلوس كيحقر على اللي ما عندوش الفلوس، واللي عنده الموس كيحقر على اللي ما عندوش الموس، واللي عنده الطوموبيل كيحقر على اللي رجليه. يعني دائما كاين مساله ديال الفارق ديال القوه، اللي عنده شي قضيه ديال القوه كيحاول يحقر بها على الاخر. اذا الولد نوصيوه على انه ما ياخذش شي حاجه من الاخر، واخا يكون يعني صديق ديالو او الصديقه ديالو. فكاف دابا كان شي واحد يجيب شي حاجه، يجيب حلوه ولا شي حاجه ولا عادي، ولا دي كاطو ولا بشكيطه ولا ما شنو، وكيعطيها، ويقدر يكون فيه مخدر. فخصنا ننصحو من الاول على ان ولدي واخا يعطيك هذاك ما تاكلهاش، حتى حشمتي منه غتشدها ديرها في الشكاره ديالك. وبغيتي شي حاجه حنا نشريوها لك. هذا الشيء خصو يتعلم، خصو يتربى، خصو حتى هو يكون عنده واحد الحضار، يعني خصو مكتسب، واحد الحضار ديال الطفل كيتمشى بواحد البراءه، ولكن نعطيه واحد الحضار مكتسب. ما تلعبش مع اللي اكثر منك، فين غادي؟ وما نبقاش نصيفطوه بوحدو واحد المسافه بعيده. يعني خص الحضار، وما نعيشوش ذاك الهول ولا الذعر، ولكن نردو البال. وكاين يعني عائلات اللي رادين البال مزيان، وكاين الناس اللي ما كيقول لك حاضر الله. وحنا عارفين حاضر الله ونعم بالله، ولكن عقلها وتوكل. وهذا الشيء اللي بغيت نركز عليه في هذه الحلقه، وهو عقلها وتوكل، انه ما خصناش نبقاو دائما غير في الاجراءات البعديه وحتى توقع الواقعات ندخلوا، خصنا الاجراءات القبليه. لان من يهربوا العواد علاش غادي تسد الكوري؟ سد الكوري قبل ما يهربوا العواد، هما لا هربوا صافي مشاو هربوا. ولذلك انا كنركز على الاجراءات القبليه. حتى بالنسبة للصغير ما تخليوش مع الكبير، ما تخليش مع الكبير، اسمحوا لي، ما تخليش يلعب مع الكبير. وما كانش ديك القضية ديال وسير ما كاين مشكل، إن اللي وقع الأمثلة كثيرة هي مسألة ديال الاستدراج. الاستدراج كيستغلوا مسائل نفسية وكيستغلوا مسائل مجتمعية. يعني لرغبة ما أو نقص ما أو تحرم بشي حاجة، إذن كيحاول يوفرها له ذاك المجرم باش كيسترجو. العملية الخطيرة هي الاستدراج. وثاني عاوتاني المجتمع خصو يرد البال في الواقعة ديال عندنا الله يرحمه. فعلا انه من وقع داك الشيء المجتمع ناض وكيسول فين مشى الولد، خصنا ناخذوا التحقيق، خصنا نبشروا هذه، ولكن يعفى الله عطاه، لانه صافي
استرجعوا دخلوا للدار صافي يخبر على الانظار. اذا مساله مجتمع كامل يسائلنا، وحقوق الطفل تسائلنا، وحمايه الطفل تسائلنا على انهم نردوا البال مزيان. والمسائل ما كاينش الثقه، واش نقول اودي هذا، لانه كما كنقولوا بالفرنسيه لوكازيون في لو فولور، الفرصه كتخلق الشفار، ولهذا ما نعطيوش الفرصه للاخرين. واش راه ما كناش كنسمعوا هذه شحال اليوم فعلا الشيء استفحل، وحتى يعني ملي كنشوفوا بعض الناس اللي ارتكبوا مشابه بهم او الناس اللي ارتكبوا هذه الجرائم كتلقاهم يعني غير من المحيط، وكتلقاهم كتلقاهم شي ناس اللي باين فيهم الاجرام او عندهم سوابق، هذوك عندهم سوابق لسه كيرد المنقل، ولكن هما كيتخفوا الان كما كنت دائما هم الذئاب كيتخفوا في ثياب البراءة، وهذا هو السر ديالهم. ولهذا احنا خصنا نكررها والعودة على انه احنا خصنا خدمة على الطفل والطفلة. هذاك الطفل والطفلة ما يمشوش مع اي براني نهائيا، وما يدخلش شي دار ما كيعرفوهاش، وما ياخذوش شي حاجة من عند شي واحد اللي ما كيعرفوهاش، وما نخليهمش يلعبوا مع واحد كبير منهم. هادو اجراءات اللي احنا خصنا ناخذهم بعين الاعتبار، وفي عندك الساعات نقولوا الحاضر الله. اذا كما تابعنا في الاخبار وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي شفنا رد الفعل ديال المجتمع اللي عبر الاسف ديالو والفجع ديالو على هاد الفاجعه اللي وقعت، وكذلك على الغضب ديالو وطالب باعدام الجاني. يعني الان مشابه به تحت تحقيق من بعد غادي يكون جاني، وبذلك يستحق اقصى العقوبات. انا في نظري الى عدمناه هنيناه، ولكن كنقول ان خص العقوبات تعاد فيها النظر، لان العقوبات هي رادعه وهي مانعه. اذا كانت العقوبات قاسيه جدا انها قد تحاول ما امكن ان تمنع الاخر من ارتكاب مثل الجرائم، فكنشوفوا على انه يتحكم عليه بالاعدام من بعد يكون مؤبد، ومن بعد ذاك المؤبد كينخفض الى سجن محدد. ولهذا انا كنشوف انه تكون في عقوبات ماشي مألوفة اللي كنشوفوها، مثلا انه الجاني يصلب ويقتل بالرجم بالحجارة امام الجميع ومن طرف الناس، ان ترجمه وهذيك الرجم هو اللي كيعبر عليه المجتمع، كيعبر عليه الغضب، وكيعبر عليه ان نوع من الناس ما كيقبلهمش المجتمع. اضافة الى ان المجتمع كذلك اللي يتبع هذه المسألة هذه هو يدير واحد النقد ذاتي، وعند النظر في واحد مجموعة من الأساليب، واحد مجموعة من الأمور كيفاش كنتعاملوا مع وليداتنا، سواء كانوا أولاد سواء كانوا بنات، باش نحموهم من هذا الذئاب البشرية اللي موجودة عندنا دابا بحال كورونا. الوباء ديال كورونا عارفينو بلي كاين، ولكن ما عارفينوش فين كاين، كناخذوا احتياطات، وبذلك خصنا ناخذوا الاحتياطات، وديك الساعة غادي نقولوا الحاضر الله. إذا الله يحفظ ولادنا كاملين، والله يحفظ بلادنا من الوباء ومن البلاء، والله يجعلنا دائما مطمئنين على وليداتنا وعلى سلامتهم وعلى صحتهم، والله يجيب لنا ما يغيرنا ولا ما يألمنا. شكرا لاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.